السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقوم بتتمة درس الدالة التألفية والدالة الخطية. بالنسبة للحصة السابقة تكلمت عن الدالة الخطية وأعطيت بعض الأمثلة. اليوم إن شاء الله سأقوم بتعريف الدالة التألفية. أول حاجة سأبدأ بها هو تعريف هذه الدالة. ما المقصود بهذه الدالة؟ سأبدأ بـ A و B عددان حقيقيين. نأخذ عددان حقيقيين لهما A و B. العلاقة التي تربط العدد x بالعدد ax زائد b تسمى دالة تألفية. ودائما الدالة نرمز لها دائما الدالة التألفية مثلها مثل الدالة الخطية، عندها مجموعة من الرموز. نقدر نرمزها ب f g و h و k إلى آخره، يعني لديها مجموعة من الرموز. وتكتب على هذا الشكل التالي: f لx تساوي ax زائد b. هذا هو شكل الدالة التألفية. بصفة عامة a و b كما تكلمت في الأول عددان حقيقيين، يعني اللي فالو نقدر نعطيهم a 4 b 5، يعني عبارة عن أعداد. سأقوم بإعطاء بعض الأمثلة للدالة التألفية. أخذ المثال الأول اللي هو f لx تساوي 3x زائد 5. هذه هي عبارة عن دالة تألفية A 3 B 5. مثال تالي أقول F لX تساوي ناقص 3 على 4X ناقص 7، يعني A كم تساوي؟ ناقص 3 على 4 و B يساوي ناقص 7. يعني بصفة عامة عندما أتكلم عن العددان A و B فإنهما عددان حقيقيين، يعني نقدر نلغوهم أعداد سالبة أعداد كسرية، يعني ما عنديش مشكل. من بعد من يعطيش التعريف بعجالة بالنسبة لتعريف دالة التألفية، نحاول إن شاء الله بالعمل على تمرين مبسط وبعض أسئلة التي تكون في الدالة التألفية. أولا سأقوم بمثال. مثال لدينا f لx تساوي 3x زائد 7. هذه هي عبارة عن دالة تألفية f x تساوي 3x زائد 7. الأسئلة اللي كيكونوا في الدالة التألفية، الحصة اللي فاش خدمنا على الدالة الخطية شنو الكيستيون اللي كيكونوا نفس الميثود ديال الدالة الخطية. سأتكلم عن الدالة التألفية. أول سؤال: حدد صورة 3 و 4 للدالة بالدالة f. سأقوم ب الدالة F. هنا نتكلم على الصور، تحديد الصور. سؤال ثاني اللي كيكون عندي: حدد الأعداد التي صورتها مثلا 6 و 8. دو كيستيون كيكونوا في الدالة الخطية والدالة التألفية. من يقول لي الأستاذ حدد صورة كنشد هذاك إكس كنعوضو بالفالور ديالو. من يقول لي الأستاذ حدد الاعداد التي صورتها، كنمشي نحل المعادله نفس لاميطون اللي فهمتي معايا الحصه اللي فاتت الداله الخطيه، نفس التطبيق غنطبقوا على الداله التألفيه. غنحاول نجاوب على السؤال الاول: حدد صوره 3. لاحظوا معي جيد، f لx تساوي 3x زائد 7، هذه هي الداله. ساقوم بحساب صوره 3، يعني x غنعوضها ب 3، اذا x غنعوضها ب 3. f ل 3 تساوي 3 في 3 زائد 7، يعني x عوضت ب 3، x عوضت ب 3. وسأقوم بعملية حسابية بسيطة: f ل 3 تساوي 3 في 3 9 زائد 7، كم تساوي؟ تساوي 16 f ل 3. يعني بصفة عامة 16 هي صورة 3 بالدالة f. هنا من يقول لي الأستاذ باستفاء ما حدد صورة، يعني سؤال بسيط كتشد هذاك إكس عوضيه بالفالور ديالو وغتلقى الصورة، يعني حددت ليماج ديالو. هذا بالنسبة لتحديد الصورة الأولى ديال العدد 3. سأمر بسرعة لتحديد صورة 4. لاحظوا معي جيدا، سأقوم نفس الدالة ها هي، سأقوم فقط بالتعويض، يعني أعوض إكس بأربعة، إكس بأربعة، يعني إف 4 تساوي 3 في 4 زائد 7، يعني x عوضتها ب 4، x عوضتها ب 4، يعني f ل 4
تساوي 3 في 4 تساوي 12 زائد 7. يعني اس ل 4 تساوي 12 زائد 7 تساوي 19. يعني 19 هي صورة 4 للدالة اس. يعني هذا السؤال الاول دائما كيكون في الداله الخطيه والداله التالفيه. نفس لاميقول كما خدمت على الداله الخطيه كنعمل على الداله التالفيه. السؤال الثاني هنا قال لك حدد، لاحظ حدد الاعداد التي صورتهم. يعني هنا بصفه عامه اش قلت لكم في الحصه السابقه، ساقوم بحل المعادله غنمشي نقلب على اكس. السؤال الاول شديت اكس وعوضته بالفالور ديالو بالقيمه ديالو. السؤال الثاني هذيك اكس ماشي كنعوضها حيت ما عنديش انا، خاصني نبحث عليها. شنو غادي لاحظوا جيدا، اف لاكس تساوي 3 اكس زائد 7، ها هي الداله اللي عندي. السؤال الاول اش قال لك؟ حدد الاعداد التي صورتها 6. باغي نمشي نقلب على 6، العدد اللي الصوره ديالو 6، يعني غنمشي نقلب على اكس. اش كنمشي ندير؟ نفس لاميطو، اف لاكس تساوي 6. لاحظوا جيدا، الدالة كتساوي هذا العدد والدالة كتساوي هذا. بحال هاد الدالة غنمشي مع هاد الدالة حيت متساوي، غيبقى عليا هذا العدد كيساوي هذا العدد. أي 3 إكس زائد 7 تساوي ماذا؟ تساوي 6. وهناك سؤال بسيط حول المعادلة، يعني معادلة من الدرجة الأولى بسيطة، المجاهيل في الأعراف والمعالم في الأعراف مع تغيير الإشارة. يعني شنو المقصود؟ الأعداد كنحولهم لجهة أخرى والمجهول كيبقى في بلاصتو، واي عدد حولته كنغير لي الاشاره ديالو. كيفاش تغير الاشاره؟ كان زائد كيولي ناقص، كان ناقص كيولي زائد، اللي كيبقى في بلاصتو ما كنقربش ليه، ما كنقربش ليه الاشاره ديالو. لاحظ 3 اكس تساوي 6 غتبقى في بلاصتها، زائد غتحول لجهه اخرى غتولي ناقص. ونمشي نحسب 6 نقص منها 7 كنشوفوا اشاره العدد الاكبر اللي هي ناقص، و7 نقص منها 6 هي 1، 3 اكس. وعملية الضرب كتولي عملية، لاحظوا معايا جيد، عملية الضرب كتولي قسمة. إذا إكس تساوي ناقص 1 على 3. يعني مشيت قلبت على الفالو قيمة ديال إكس، يعني ناقص 1 على 3 هو العدد الذي صورته، هو العدد الذي صورته 6. يعني بصفة عامة من نتكلموا على حدد الأعداد التي صورتها نقوم بحل معادلة بسيطة. كنمشي نحل المعادلة وكنلقى الجواب ديالي. غنمر نفس السؤال، غنمشي نحدد العدد الذي صورته 8. غنحاول ناخذ أنا عدد صغير، سأخذ مثلا 2، غنمشي نحدد العدد الذي صورته 2. لاحظوا معي جيدا نفس الطريقة، باغي نمشي نقلب على إكس، ماشي نعوض في اكس، انا ابحث عن اكس، كنحط اف لاكس كتساوي 3 اكس زائد 7، اذا اف لاكس تساوي 2. اش كنمشي ندير؟ عندي نفس الداله، كنمشي هادي كيساوي هذا العدد، هذا العدد كيساوي هذا العدد، اذا شنو؟ 3 اكس زائد 7 كيساوي 2. وغنمشي نقلب على المجاهيل في الاعراف والمعالي في الاعراف مع تغيير الاشاره، اذا 3 اكس تساوي 2 ناقص 7. وجوج نقص منها 7 اكبر اشاره سالبه كنحطها، و7 نقص منها 2 5، 3 اكس. اذا اكس تساوي ناقص 5 على 3. يعني ملي تلقاو بحال هاد دو كيسيون اما في الداله الخطيه ولا الداله التالفيه نفس الطريقه. ملي يقول لك استاذ حدد الصوره شد العدد عوضي، ملي يقول لي استاذ حدد العدد التي صورتها هي غنمشي نحل المعادله. يعني ملي يقولك حدد الصوره ديريكتومون شد اكس عوضي بسرعه، ملي يقولك حدد الاعداد هنا غنمشي تقلب على التلميذ خاصو يدورها في راسو مزيان بانه خاصو يمشي يحل المعادله. بالنسبه لهادو بالنسبه للداله التالفيه، يعني دو كيستيون تاهما دائما كيكونوا في جميع التمارين. سامر بسرعه لان الوقت شام يا مرسى، أو سأقوم بتحديد معايا الحالة الثانية، معامل الدالة التألفي. يعني الحصة اللي فاتت تكلمنا على معامل الدالة الخطية، اليوم سأتكلم عن معامل الدالة التألفي. يعني كيفاش أنا كتلميذ خاصني نفرق بين معامل ديال الدالة الخطية
ومعامل ديال الداله التالفي. لاحظوا معايا جيدا، غناخذ ليكن بصفه عامه، ليكن اف داله تالفيه معرفه، هذه معرفه بما يلي، معرفه بما يلي، اف لاكس كتساوي اكس زائد بي. هذا هو التعريف ديالها، هذه بالنسبه للداله التالفيه، هذه الصيغه عامه ديالها. خاص يكون عندنا واحد جوج شروط اللي بغيت نقلب على معامل الداله التالفيه، اللي هما اكس و اكس بريم، يعني اكس و اكس بريم مالهم؟ عددان، عددان مختلفان. خاص يكون عندي هاد اكس و اكس بريم، يكون عندي جوج تاع الاعداد مختلفه. إذا كان هذا 7 الآخر نعطيه 8، هذا 90 هذا 10، يعني الشرط اللي خاص يكون عندي جوج تاع الأعداد مختلفين. شنو كيفاش كنقلب على هاد المعامل أ؟ شوفوا معايا، أ معامل الدالة التألفية، هانتوما إف صورة ديال العدد الأول، يعني خديت أنا إكس و إكس بريم، ناقص صورة ديال إكس بريم، يعني الصورة ديال العدد الأول نقص منها الصورة ديال العدد الثاني. وفي الاسفل اكس ها هي ناقص ها هي اكس بريم ها هي. يعني بصفه عامه عندما اتكلم عن معامل الداله التالفيه بطريقه شنو كاين، كنمشي ناخذ جوج تاع الاعداد اكس واكس بريم، وكنمشي ندير الصوره الاولى، الصوره ديال العدد الاول نقص منها الصوره ديال العدد الثاني، واكس هذاك العدد الاول نقص منه العدد الثاني. غنعطي مثال بسيط، واحد مثال بسرعه، ليكن ها ليكن اف داله تالفيه معرفه بما يلي، معرفه واحد الداله معرفه باش معرفه. لاحظوا هنا غناخذ جي ديال 3 كتساوي 7 و جي ديال 1 تساوي 3. لاحظوا معايا جيدا، أخذت شو نقطتين، خديت 3 وخديت 1، عندي الصورة ديال العدد الأول هي 7، والصورة ديال 1 هو 3، أش كنمشي ندير؟ كنمشي ندير تطبيع ديال القاعدة، كنمشي نحط أ، أش كتساوي؟ الأول، الصورة ديال الأول جي، هنا خديت جي، يعني أخذ جي، يعني جي ديال العدد الأول نقص منه جي ديال العدد ها تشين. ها نتوما لاحظوا معايا جيدا، جي ديال 3 نقص منها جي ديال 1، انت شنو غنحط؟ كانت هنا 3 غنحط هنا 3، كانت 4 غنحط 4، كانت 5 غنحط 5، يعني 3 ناقص هنا عندي 1 نحط 1. هذا هو معامل الداله التالفيه. وهنا كنجي ندير عمليه حسابيه بسيطه، اش كنجي ندير؟ تساوي جي ديال 3 شحال كتساوي؟ الصوره ديال 3 7 ها هي ناقص جي ديال 1، جي ديال 1 شحال؟ ها هي 3 حطها، والثلاثة اش كيبقى عندي؟ 3 ناقص 1. ونمشي ندير عملية حسابية بسيطة، 7 نقص منها 3 و 3 نقص منها 1، لاحظوا جيدا أ كتساوي ليا 7 نقص منها 3 كم تساوي؟ أر 4 و 3 نقص منها هي 2. وهنا نمشي نختزل، ربعة نقسم على جوج راه هي 2، يعني 2 هو معامل الدالة التألفية. يعني بصفة عامة تكلمت على كيفاش أنا في كتلميذ جا الأستاذ قال لي حدد لي معامل الدالة التألفية، خاص يكون عندك جوج تاع النقطات، الصورة ديال النقطة الأولى والصورة ديال النقطة الثانية، ودير عملية ناقص، يعني الصورة الأولى نقص منها الثانية وإكس نقص منه إكس. هذا بصفة عامة عن معامل الدالة التألفية، يعني ما خصكش تخطأ ليا فيه، يعني بعجالة بعجالة كتذكير باش التلميذ يضبط معايا هاد القاعدة مزيان. بعجالة غنعطيك الفرق بين الدالة الخطية والدالة التألفية، يعني فاش في معامل الدالة. بالنسبة للدالة الخطية كما قلت لكم هي اف لإكس على إكس، من يقول لك أستاذ معامل الدالة الخطية ها القاعدة ودير التطبيق ديالك، من يقول لك أستاذ معامل الدالة التألفية ها هي، بسرعة ما تكلفش ما تدوخش، لا اف ديال إكس الأولى ناقص اف ديال إكس بريم، يعني ديال النقطة الثانية، وإكس ناقص إكس، يعني باش ما تدوخش بين الدالة الخطية والدالة التألفية، يعني بسرعة.
وسأمر إلى المرحلة الثالثة بسرعة، اللي هي بصفة عامة تمثيل الميبيان. التمثيل المبياني للدالة الدالة التألفية. غنمشي كيفاش نمثل أنا، كيفاش نمثل الدالة التألفية. التلميذ خاصو يكون باسط دائما. ناخذ اكزومبل اف لي اكس تساوي 5 اكس زائد 2. جا الاستاذ عطاني هذه الداله قالك مثلها انت كتلميذ، خذ نقاط. كيفاش غناخذ نفس لا ميثود ديال الداله الخطيه كنطبقوا على الداله التحالفيه؟ كنمشي ناخذ جدول. ها هو، خذوا لي واحد الجدول ضروري، جدول خصو يكون عندكم. خذ غير جوج نقاط كافيين، جوج نقاط ثلاثه اللي عجبك. يعني كدير اكس الصوره ديالك وكتمشي دير تعويض بسيط. خذ الارقام اللي عجبك، خذ مثلا ثلاثه، وخذ مثلا واحد، وخذ مثلا اثنين. غنمشي نقلب على النقطه ديال واحد والنقطه ديال اثنين. ببساطه غنمشي نعوض اكس هنا واحد وهنا واحد. هاهي اف ديال واحد كتساوي خمسه في واحد زائد اثنين. يعني الصوره ديال واحد اش كتساوي؟ خمسه زائد اثنين تساوي سبعه. هاهي سبعه. يعني حسبت الصوره وحطيت العدد ديال غتشوف. غنمشي نحسب الصوره ديال اثنين بسرعه. اف ديال اثنين اش كتساوي؟ خمسه في اثنين زائد اثنين كم تساوي؟ خمسه في اثنين هي عشره، عشره زائد اثنين كم تساوي؟ 12. يعني بصوره الصوره ديال جوج ديال اثنين راه هي 12. يعني ها هنا طريقه سريعه. يعني مين يقول لك استاذ تمشي المبياني سير حسب الصور. هذا العدد السطر الاول كيمثل لي محور الافاصيل، والسطر الثاني كيمثل لي محور اراء الاراضي، واقوم بتمثيله. يعني غناخذ واحد المعلم، متعامد ممنضب. غنمشي نقسم هاد الجدول، نقسم هاد الميبيان، وبسرعة سأقوم بتمثيله. يعني إلا كانت وحدة في محور الأفاصيل مثلا هنا واحد، هنا غتكون سبعة. هاهي يعني هنا واحد مع سبعة، ها النقطة الأولى. ونمشي الثانية، إلا كانت عندي مثلا اثنان، مع من؟ مع 12. غنمشي نقلب على 12 وغنرسم الميبيان. الى لاحظتوا مزيان الداله التالفيه راه ما كيمرش ليا من اصل المعلم. بالنسبه للداله الخطيه كيمر من اصل المعلم، والداله التالفيه ما كيمرش ليا من اصل المعلم. يعني هنا عطيتكم بصفه عامه فرق بين الداله التالفيه والداله الخطيه. من بعد من تكلمنا على الفرق بين الداله التالفيه والداله الخطيه، ساعطيكم ملاحظه جيده. هذه الملاحظه هي اللي كتعطيني الاساس ديال الداله التالفيه والداله الخطيه. وهذا السؤال كيكون دائما في الامتحانات الجهويه. يعني التلميذ خاصو يدير معايا مزيان، يحضر معايا هذه الفقره ويلاحظ ويتبع معايا مزيان هذه الفقره شنو كنعني بها. هذه كملاحظه، يعني ملاحظه كتكون في بزاف ديال التمارين. اش كيجيبوا لك الاستاذ؟ كيكونوا دوكيس كتلقاو في الامتحانات جوج اسئله. يعني خصكم نتوما كتلميذ خص تكون عارف هذا السؤال راه كيكون عندك، اللي هو شنو؟ كيقول الاستاذ حدد نقطة تقاطع الدالة مع محور الأراضي. ها لاحظوا معي جيدا، كيجي الاستاذ كيقول لك حدد لي واحد النقطه ديال التقاطع هذيك الداله، هذيك الداله جي ولا اف. كيقول لك الاستاذ حدد نقطه التقاطع ديالها مع المحور الاراضي. ملي تسمع، لاحظ تسمع محور الاراضي، التلميذ ديريك شنو خاصو يدير في راسو؟ بان اكس كتساوي صفر. غاتسمع محور الاراضي عرف بان الافاصيل ما عندكش، يعني اكس كتساوي صفر. واش كيمشي يدير التلميذ؟ كيمشي يحسب لي الصوره ديال صفر. سير الداله حسب لي الصورة ديال صفر. إلا لقيتي مثلا الصورة ديال صفر خمسة، غتجي تقول الأستاذ هذيك النقطة اللي كنقلب عليها إكس شحال عطيتها؟ صفر. وهذاك من حسب الصورة ديالو شحال عطاني؟ خمسة. إذا هذه النقطة هي صفر خمسة. يعني هذا غير السؤال، يكون دائما يوضع هذا السؤال. يعني مني تسمعوا حدد نقطة تقاطع الدالة مع محور الأراضي، أعطي إكس أعطي صفر وحسب الصورة. وهانت ساليش. السؤال الثاني اللي كيتحط دائما، اما حدد نقطة اللي هو نفس السؤال، حدد نقطة
تقاطع الدالة مع محور الأفاصيل. يعني هنا لاحظوا معي جيدا، في الأول تكلمت على الأراتشي، عطيت إكس عطيتو صفر ومشيت قلبت على الصور. دابا الأسئلة الأخرى شنو كيكون؟ حدد نقطة تقاطع الدالة مع محور ماذا؟ مع محور الأفاصيل. شوف هاد الأفاصيل هاد الأراتشي، منين تلقى الأراتشي عطيت إكس كتساوي صفر وحسب لي ليماجير. منين تلقى أفاصيل شوف معايا شنو كدير، هذاك إكس ماشي كتعطيه صفر، تمشي تحل المعادلة، يعني هذيك الدالة كاملة اللي عندك كتساوي صفر. مثلا نعطيك مثال بسيط كيجي الأستاذ كيعطيك، مثلا الدالة إف لي إكس كتساوي خمسة إكس زائد مثلا ربعة. قالك أستاذ حدد نقطة تقاطع الدالة هاد الدالة إف مع محور الأفاصيل. هاد الدالة هادي شوف معايا، هاد الدالة كتساوي صفر، يعني اش كتساوي؟ كتساوي صفر، يعني بصفة عامة اف لي اكس كيساوي صفر. وحل المعادلة، خمسة اكس زائد ربعة كتساوي صفر، إذا خمسة اكس كتساوي ناقص ربعة، زائد حولتها ولات ناقص ربعة، إذا اكس كتساوي ناقص ربعة على خمس. وكتجي تقول الأستاذ شنو؟ لاحظ جيدا، النقطة الأولى شوف اكس شحال لقيتيها؟ ناقص ربعة على خمسة، وهاديك إكريك شحال؟ راه هي صفر. لاحظوا الفرق جيدا، لاحظوا معي الفرق جيدا. بالنسبة لمحور الأراتيب الأصول هو اللي كيكون صغير، وبالنسبة لمحور الأفاصيل لاحظوا محور الأفاصيل هالأرتوب هو اللي كيكون صغير. يعني هذه كملاحظة كتكون في الامتحانات، وتلميذ بعض المرات ما كيضبطش كيضبطش ليا هاد الخاصية مزيان، وكيبدا غير كيرول ليا فيها. يعني هنا أتكلم كيفاش أنا كتلميذ خاصني نحدد بين هاد لي كيستيون. من بعد من نشرح لكم بعجالة درس الدالة التألوفية، غنحاول نعطيكم واحد التمرين بسيط نطبقوا فيه هاد جميع هاد المعطيات. تبعوا معايا بصفة عامة ليكون لتكون تمرين تطبيع لتكون جي دالة خطية. ها دونك غادي ندير لكم غادي ندير ميلونج بين الداله الخطيه والداله التالفيه. لتكون جي داله خطيه تبقى معايا معرفه بما يلي، الداله معرفه بالنقطه ا اللي هي ذات الاحداثيات ناقص جوج ناقص ثلاثه ولا ناقص اثنان ناقص واحد. يعني غنتكلمو على داله خطيه معرفه بما يلي. السؤال الاول بسيط كيكون دائم، كيقول حدد هاد الداله، حدد داله جي، حدد دالة جي اللي هي دالة خطية. كيفاش غنحددها؟ جا الأستاذ عطاني نقطة، أش كنمشي نحدد أنا؟ شنو كتعرف أنت؟ كتعرف بأن الدالة الخطية كتكتب على هاد الشكل، جي لي إكس كتساوي أ إكس. شنو غتكون نظرك؟ شنو غتمشي تبحث؟ غتمشي تبحث قلب ليا على المعامل الموجب اللي هو أ كيساوي جي لي إكس على إكس. جي لي إكس جي ديامل، جي ديال ناقص جوج ناقص اثنان، غنمشي نحسب ناقص اثنان على ناقص اثنان كما قلت لكم الحصة اللي فاتت. اكس اكس ناقص اثنان ناقص اثنان، كنعوض كنعوض. والصورة الصورة بصفة عامة ديال ناقص اثنان اش كتساوي؟ ناقص واحد على ناقص اثنان. ومن كتكون سالبة سالبة تعطينا دائما إشارة موجبة. لوسكون اون دو سين نيجاتيف توجور لا ملتيبليكاسيون دو دو سين نيجاتيف توجور إل دون لو سين بوزيتيف. دونك A إيكال 1 سور 2، يعني هنا قلبت على معامل الدالة الخطية اللي هو A يساوي 1 على 2، وكنجي نعوض جي ل إكس كتساوي 1 على 2 إكس، يعني معامل الدالة الخطية 1 على 2. يعني هاد السؤال ديما كيتحط كيعطيك دالة وكيقول لك تقلب عليها، كيعطيكش هو دالة معرفة، كيعطيك غير واحد معرفة في واحد النقطة كيقول لك أنت بحث عليها. السؤال الثاني نفس لي كيستيون، هنا تكلمت على دالة خطية غنعطيك نفس السؤال، ولكن بالنسبة للدالة لاحظوا معي جيدا، بالنسبة للدالة التألفية كيقول لك أستاذ لدينا إف دالة تألفية معرفة بما يلي، معرفة كيعطيك واحد الدالة التألفية معرفة. خذ معايا مجموعة من الأمثلة، هناك مجموعة من الأمثلة، غناخذ مثلا جي ديال خمسة، جي ديال خمسة كتساوي اثنان،
وجي مثلا ديال الاثنين كيساوي مثلا 3، يعني غناخذ نقول لك دالة ألف معرفة بها، كيحدد لي هاد الدالة تاع ألف. انت كتشيني اش تقول لي يا استاذ؟ فتقول لي يا استاذ غنمشي نحط ليهم، غنمشي نحط الصيغة هاي جي دي اكس كتساوي ا اكس زائد. تقول لي يا استاذ ا اش كيتسمى ا؟ هو معامل الدالة. مزيان. بي اش كيتسمى؟ كيتسمى الارتوب عند الاصل. يعني كتشيني انت شنو غدير؟ غتمشي تقلب على معامل الدالة هو الاول، انت عندك ا و ب مجهولين، جوج تاع المجال. اشنو هو معامل؟ معامل كيفاش بغيت نقلب على معامل؟ تقول لي يا استاذ نحط القاعدة كما قلتي لي، ها القاعدة. اش كتساوي؟ الصورة الأولى ديال خمسة نقص منها الصورة ديال اثنان، وخمسة نقص منها اثنان، بحال هكا قلتي لي يا استاذ غنطبق داك الشيء. حاول طبق لي القاعدة طبقها. شنو غتقول لي يا استاذ؟ أ كتساوي تطبيق الصورة ديال خمسة اللي هي اثنان، الصورة ديال اثنان هي ثلاثة، والصورة ديال خمسة ناقص اثنان. جو اثنان نقص منها ثلاثة هي ناقص واحد، وخمسة نقص منها اثنان هي ثلاثة. إذا هاد المعامل الدالة شحال كيساوي لي؟ ناقص واحد على ثلاثة. يعني بصفة عامة راه المعامل ديال الدالة يقدر يكون سالب، ها هو ناقص واحد على ثلاثة. يعني شنو مشيتي أنت كتشيني؟ قلبتي لي على أ. غتقول لي يا أستاذ دابا باقي لي ب، كيفاش غنقلب على ب؟ هاد التمرين لاحظوا معايا جيدا. دابا أ قلبتش عليها، أ أ غندير واحد السهم، أ كيساوي ناقص واحد على ثلاثة. هاهي بحثتش عليها باش غنفتح باش يبقى لي هنا لي زيسباس. دابا شنو باقي لي أنا؟ بقى لي بي، كيفاش غنقلب على بي؟ تبعوا معايا شنو غندير. عندي جي لي إكس أش كتساوي؟ أشحال لقيتها؟ ناقص واحد على ثلاثة إكس زائد بي. هانت ملي تبغي تقلب على الأرتوب عند الأصل، آخر لك الإختيار كتعتمد على المعطيات السابقة. هانت جي ديال خمسة، خود خمسة ولا خود اثنين اللي يعجبك، خود هاد العدد الأول ولا العدد الثاني، نفس الطريقة نفس الجواب. غنحاول نخدم على الأولى مثلا، ناخذ جي ديال خمسة، جي ديال خمسة، غنحط جي إكس، باش غنعوضها؟ بخمسة كتساوي ناقص واحد على ثلاثة، في إكس شحال؟ ها هي خمسة، في خمسة، زائد، يعني شتي لاحظوا جيدا شنو درت؟ إكس عوضتها بالقيمة ديالها، كون عوضت مثلا بإثنان، غنعوض هنا بإثنان هنا إثنان، عوضت هنا بخمسة خمسة، وغاش غنمشي؟ جي ديال خمسة شحال عندي؟ شحال كتساوي؟ إثنان. جي ديال خمسة غنعوضها هي اثنان، اش كتساوي؟ خمسة في واحد هي خمسة على ثلاثة زائد بي. واش كدير هنا؟ بحال غتحل المعادلة بحال هاد بي، بحال إكس مجهول، غنمشي نحل المعادلة المجهول بطرف بعدد، غنشدو نحولو لجهة أخرى. إذا بي اش كتساوي؟ اثنان غتبقى في بلاصتها، وخمسة غتحول غتولي ناقص خمسة على ثلاثة. اش غنمشي ندير؟ غنمشي ندير توحيد المقام اللي هو بصفة عامة باش كتساوي مقام واحد هو ثلاثة، جوج ثلاثة شحال؟ ستة نقص منها خمسة اللي هي شحال؟ واحد على ثلاثة. إذا بي شحال لقيتها؟ واحد على ثلاثة. إذا هنا لقيت بي اللي هو واحد على ثلاثة. بصفة عامة كنرجع للآلة كتشميت، كنرجع للدالة جي جي لي إكس كتساوي أ عندي ناقص واحد على ثلاثة إكس زائد بي بحسبتها اللي هي واحد على ثلاثة. ومن هنا فإنني بصفة عامة أنا حاولت أعطيكم جميع الحالات ديال الدالة التألفية والدالة الخطية. يعني هنا كيبقى غير أنت كتلميذ غتمشي تخدم بعض التمارين، وإذا لقيتي أي مشكل تواصل معايا في الخاص، أنا يمكن نحل لك جميع الحالات اللي عندك فيهم. وهنا أتمنى هذا الفيديو أن يتم إعجابكم، وبالتوفيق إن شاء الله.